أعربت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر والدائم بين وزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء في ملف السياحة المستدامة وحماية البيئة، وبالتعاون مع وزارة السياحة والأثار والذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات بهذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماعها مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في نهاية هذا العام بمدينة شرم الشيخ، حيث أكدت وزيرة البيئة أن المحافظة شريك فاعل في تنظيم المؤتمر، مشددة على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية لإخراج المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر وتظهر للعالم ما يتم بذله من جهد لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مسجد الأربعين بقرية سلكة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إعادة تجديده بالكامل. كما أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 18 مسجدا على مستوى الجمهورية، منها 3 مساجد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إحلالا وتجديدا، و14 مسجدا آخرين منها 11 مسجدا إحلالا وتجديدا، و3 مساجد صيانة وترميما، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو الماضي وحتى الآن 465 مسجدا. دكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على هذه الدعوة الكريمة. طبعا اليوم دعوة لافتتاح أحد المساجد بعد رفع كفاءته مع بعض المساجد الجديدة في إطار افتتاح 18 مسجدا اليوم على مستوى الجمهورية، من 3 مساجد في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلق سيادة الرئيس للاهتمام بالريف المصري في إطار بناء الدولة المصرية الحديثة والجمهورية الحديثة بإذن الله تعالى. يمكن النهاردة عندنا أكثر من 18 مسجد، منهم آخر مسجدين ب 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع الكفاءة لبعض أو الكثير من المساجد. يمكن معالي الوزير كان يعني إدانا هدية مجموعة من الكتب الصغيرة، كنت بتكلم مع حضرته قبل التصوير إنه الكتاب حجمه أو قد تقريبا الموبايل، بحيث يبقى سهل أي مواطن يقدر ياخده معاه يقراه، في كل الحاجات البسيطة وبإيجاز تقدر توصل في ظل العصر الحديث وبناء الجمهورية الجديدة.